الصغار، سوف أعرفكم على حرف الهاء، وهذا هو حرف الهاء. كما أن لحرف الهاء له أشكال مختلفة وعددها 4. والآن نريد أن نتعرف على كيفية كتابة حرف الهاء، هيا بنا. حرف الهاء إذا كان أول كلمة فيكتب بهذا الشكل من الأعلى، خط ماي حتى يصل قبل السطر، ثم استخدم الألوان حتى يعرف الطفل مراحل كتابة هذا الحرف، ثم بهذا الشكل وعليه فتحة وينطقها هذا النوع أول كلمة، ثم وسط الكلمة ويكتب بهذا الشكل. هذا الشكل عكس عكس، فتحته كسرة وينطق هي. النوع الآخر آخر الكلمة المتصل ونكتبه بهذا الشكل وعليه ضمة وينطق هو، ثم النوع الأخير آخر الكلمة مفصول ويكتب بهذا الشكل وعليه فتحة وينطق ها. إذا ها أو. والآن سوف نتعرف على الكلمات التي يوجد بها حرف الهاء، هيا بنا. ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ نشاهد هاتف، وهذه كلمة هاتف، هاتف. هل يوجد بها حرف الهاء؟ نعم، أين مكانه؟ في أول الكلمة هنا. نأتي إلى الصورة الأخرى، ماذا تشاهدون؟ نشاهد نهراً، وهذه كلمة نهر، 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 نهر. هل يوجد به حرف الهاء؟ نعم، أين مكانه؟ قد جاء في وسط الكلمة هنا. والآن نأتي إلى الصورة الأخيرة، ماذا تشاهدون؟ نشاهد وجه، وهذه كلمة وجه، وجه، وجه. هل يوجد بها حرف الهاء؟ نعم، أين مكانه؟ قد جاء في آخر الكلمة وهذا شكله. هل عرفتم كيفية كتابة حرف الهاء واستخراجه من خلال هذه الكلمات؟ هنا في أول الكلمة في كلمة هاتف، وهنا في وسط الكلمة في كلمة نهر، وهنا قد جاء في آخر الكلمة في كلمة وجه. مع السلامة.